تكريما لفخامة الرئيس جاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة زيارته للمملكة، أقام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفل عشاء، وذلك بمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مساء أمس. حضر الحفل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمدعوون والوفد المرافق لفخامة الرئيس البرازيلي. وقد تم تبادل الأحاديث الودية حول ما يربط مملكة البحرين وجمهورية البرازيل من علاقات ثنائية وطيدة، وما يشهده التعاون المشترك من نمو وازدهار في جميع المجالات.